أيضا في هذه النشرة أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارا بإقالة المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق البلاد. وأشار زيلينسكي إلى أن هذا القرار جاء بعد مزاعم فساد قال إنها قد ترقى إلى الخيانة العظمى في وقت الحرب. كما سبق هذا القرار فضيحة أخرى طالت قادة الجيش الذين اتهموا بالتحرش الجنسي بالمجندات الأوكرانيات وفق تصريحات نقلتها صحيفة الجاردين البريطانية. يشاركون الحوار في هذا الملف من كييف يفين ميكوتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني. إذن حديث الرئيس الأوكراني كان قاسيا إذا أشار إلى سخرية ورشوة وجود سخرية ورشوة بين صفوف المقاتلين. طردنا جميع المفوضين العسكريين الإقليميين. يجب أن يدير هذا النظام أشخاص يعرفون بالضبط ما هي الحرب ولماذا تعتبر السخرية والرشوة في وقت الحرب خيانة عظمى. وبدلا عنهم يمكننا الاعتماد على الجنود الذين مروا بخط المواجهة أو الذين لا يمكنهم المشاركة في أرض المعركة لأنهم فقدوا صحتهم وفقدوا أطرافهم لكنهم احتفظوا بكرامتهم. سيد ميكوتينكو، ما سر هذه الإقالات وخاصة بأننا نتحدث بأن أوكرانيا في حالة حرب على مستوى كبير أن تتم إقالات واسعة بهذا الشكل، لماذا في هذا التوقيت؟ مساء الخير، تحية طيبة من كييف مباشرة. اليوم نعيش اليوم 534 من الحرب. اليوم على فكرة عند كييف كانوا على أقل ثلاث مرات أنظار حول الهجوم الجوي بالصواريخ، فالحرب مستمرة. للأسف الشديد هاي مرض خطير جدا، مرض رشوة أو مرض خداع، يعني موجود في كل مكان في أي بلد للأسف الشديد. وأحسن علاج لهاي مرض هاي إعلانية وخطوات الملموسة لكي واحد يفهمها ونستمرين بذلك. على فكرة أنا لسه استلمت من واحد مسؤول الأوكراني الكلمات حول ذلك الموضوع، وهو كتب لي بأن سلامة الجيش الأوكراني ستصبح أقوى لأن المقيلين من مناصبهم سيجروا تحويلهم للجبهة. نعم هاي صحيح، لأن هاي الطريقة الوحيدة. ماذا نسوي؟ ولكن شيء موسف، ولكن نستمر في تصدي، نستمر أن تصدي بدون هلع وبدون خوف. طيب ولكن سيد ميكوتينكو، هل يمكن القول بأن ما جرى اليوم من قرارات للرئيس زيلينسكي هو في بداية حملة كان أعلن عنها الأسبوع المقبل لتطهير المؤسسة العسكرية بالكامل، وهل ستشهد عملية التطهير التي يتحدث عنها الرئيس زيلينسكي أيضا المؤسسات المدنية في ظل الظروف الراهنة في المواجهة مع موسكو؟ تطهير شيء مهم دائما في أي بلد في أي أزمنة، التطهير من وقت لآخر. ولكن نحن أنا أؤكد بذلك، لأن نحن يعني أكثرية يعني 99% من الأوكران وهم لا يحتاجون التطهير، هم صامدون وهم يهاجمون وهم يصدون لهاي الهجوم الهاشد لعدونا لجارنا. طيب ولكن كيف سيؤثر ذلك على الغرب فيما يتعلق بدعمه لكييف؟ كان هناك مطالبات، كان هناك اتهامات، ولكن هل سيستمر الغرب في دعم كييف على المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري إذا استمرت تلك العمليات التي تثبت بشكل أو بآخر أو اعتراف من كييف بوجود إشكالية فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وحتى السياسية في البلاد؟ هناك مشاورات بيناتنا تستمر 24 ساعة، ومشاورات على مختلف التيارات يعني سياسية وعسكرية وحربية واستخبارية وإلى آخره، ولا أحد بيعرف يعني كل النتائج من هاي المشاورات.
عند الغرب، عند حلفائنا في الغرب، ونحن نعتبر الغرب كحليف لنا في هاي الحرب. فعندهم رأي ولدينا في بعض الأحيان رأي آخر، ولكن في كثير من المرات دائما هاي أراء مستمرين في مسيرة واحدة. المسيرة نحن ننظر كما تقول، إذن المسيرة مستمرة حتى فيما يتعلق بتطهير داخل المؤسسة العسكرية كما وعد الرئيس زيلينسكي. سيد ميكيتانكو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.